وأهلا بحضراتكم من جديد. كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة أنه اليوم جرت جولة جديدة من المفاوضات متعلقة طبعا بغزة. هذه الجولة كانت في قطر وكانت بمشاركة مصرية قطرية أمريكية وإسرائيلية. محاولات كثيرة لوقف إطلاق النار. إطلاق النار الحقيقة دائر منذ أكثر من 300 يوم في غزة. نتحدث حتى الآن عن أرقام مرعبة. نتحدث عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 40,000 شهيد فلسطيني، المصابين والجرحى إلى أكثر من 92,000، طبعا إلى جانب الآلاف من المفقودين اللي كانوا تحت الأنقاض يعني في بدايات القصف والذين لم يتم العثور عليهم حتى اللحظة. هذه المفاوضات بتأتي كما ذكرنا في خضم حالة من الزخم الكبير من قبل المجتمع الدولي، تحديدا نتحدث عن أمريكا وأوروبا. بداية البيان المصري الأمريكي القطري الذي صدر الأسبوع الماضي، بيان مشترك، ثم البيان الأوروبي الذي صدر بالأمس وجمع بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا. هذا البيان الأوروبي الذي صدر بالأمس يطرح الكثير من التساؤلات لها علاقة بجدية المجتمع الدولي في وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل. هذا ما يتعلق بملف غزة. لدينا أيضا ملفات أخرى عن روسيا وأوكرانيا والانتخابات الأمريكية. نطرح كل هذه الأسئلة على ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. البداية من غزة وجولة المفاوضات، وقبل المفاوضات نسأل حضرتك عن أبرز المستجدات في هذا الملف مع استمرار القصف اليومي لأهل القطاع. يعني كما قال المصدر الرسمي، المفاوضات بدأت في الدوحة ومستمرة حتى إشعار آخر. طبعا تتفاوت تقديرات، لا معلومات محددة، لكن معروف أن حركة حماس كما قالت مصادر أمريكية تحضر من خلال الوفدين المصري والقطري رأيها، ورأيها ببساطة أنه جرى التفاوض من قبل في 2 يوليو على صيغة اللي هي صيغة قرار مجلس الأمن، وأنه صيغة قرار مجلس الأمن هي الأساس، وأنه المطلوب البحث في التفاصيل. يعني ذلك أنه لا مكان عند حماس لمناقشة شروط جديدة من نوع شروط نتنياهو حول محور فيلادلفيا أو نتساريم أو مراقبة العائدين إلى شمال غزة. الوضع في غزة كما هو معروف لكل الناس، الأرقام التي ذكرتها في المقدمة، في 40,000 شهيد معلن، في أكثر من 10,000 مفقود غالبا من الشهداء، في فوق 90,000، يعني احنا بصدد ارقام كليه تجاوزت 140,000 بمراحل، اضافه للدمار على ادنى تقدير دولي في يعني 60% من المنشات في غزه جرى تدميرها كليا او جزئيا. على الجانب الاخر ايضا في حرب، بمعنى ان هناك حركات مقاومه تواجه جيش الاحتلال الاسرائيلي. الارقام التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا تدور حول واحد، أنه عدد القتلى من غير المرتزقة الأجانب نحو 700 قتيل بين ضابط وجندي، عدد الجرحى تجاوز 10,000. أكثر من ذلك، بحسب البيان الرسمي للجيش الإسرائيلي، في 1,000 جندي وضابط يتم تحويلهم إلى مراكز إعادة التأهيل شهريا. فأنت بصدد أعداد هائلة من القتلى والجرحى بين الضباط والجنود الإسرائيليين، أعداد هائلة بالمستوى الحربي. لذا طبعا لا يوجد لدى المقاومة لا طائرات ولا مدافع ولا غيرها، لكن بتخوض معارك نوعيه. هذه الارقام اللي حضرتك ذكرتها تعلنها دوله الاحتلال، جيش الاحتلال، وهل حضرتك تعتقد انه هذه الارقام حقيقيه؟ اعتقد انها اقل من الحقيقه لسبب بسيط جدا، انه معروف يعني حتى في تركيا اثير مؤخرا في البرلمان التركي كلام عن اصدار قانون يحظر على مزدوج الجنسيه اللي عندهم جنسيه تركيه وجنسيه اسرائيليه ينزع الجنسيه التركيه عن هؤلاء. قيل في البرلمان التركي ان عددهم يجاوز 4,000. قبل ذلك الذين يحاربون، يتحدثون هنا عن مزدوج الجنسيه الذين يحاربون في غزه،
انه في من فرنسا الرقم الذي ذكر نحو 4500. هؤلاء قتلاهم وجرحاهم وغيرهم كثير لا يردون في حساب الارقام التي يعلنها الجيش الاسرائيلي. اضافه لشيء واضح جدا بيتبين فيه الكذب والفرق الهائل. اما يتكلم الجيش الاسرائيلي ان في 1000 واحد شهريا بيروحوا مراكز اعاده تاهيل، يعني هم من المعاقين سواء نفسيا او بدنيا او مبتور الاطراف. انت يوم لا البيانات اليوميه للجيش الاحتلال الاسرائيلي جمعها ما يوصلش لهذا الرقم في الشهر. فهنا يعني يكذبون ينفضحون انفسهم بانفسهم او يحاولون ازاحه الستاره عن الخسائر الحقيقيه بصوره تدريجيه. نعم. يعني لانهم لا يستطيعون ان يصدمون التجمع ان يصدموا التجمع الاسرائيلي بحجم الخسائر. وطبعا الاسرائيليين يعني بدون هذا الحجم من الخسائر في الأساس هم ايضا يعني مستؤول للغايه من القيادات الاسرائيليه بسبب الأسرى. لكن علينا دائما ان نذكر بانه التجمع الاسرائيلي في غالب افراده بنسبه تفوق 85% هم مع افناء الفلسطينيين. لا يبكون احدا من الفلسطينيين، لكن مشكلتهم داخليه. ما هو مصير اسرائيل؟ هل نفوز في هذه الحرب؟ لماذا لا نحقق الاهداف؟ لماذا لا يعود المحتجزون؟ أسئلة أخرى تخصهم. ومن ثم التقلبات في الداخل الإسرائيلي يجب فهمها بهذا المعنى طبعاً. وليس أن التجمع الإسرائيلي منقسم بين قسم ضد الفلسطينيين وقسم معهم أو متعاطف معهم. لا يوجد أي تعاطف، لا يذكر الإعلام الإسرائيلي رقما واحدا عن ضحية تسقط في غزة، كأنهم ليسوا موجودين. وهذا أمر واضح جدا في النحو العنصري الذي بدت عليه الوقائع. حتى في اقتحام المسجد الأقصى الذي جرى قبل أيام بن جفير ووزير آخر، أصدر ديوان رئيس الوزراء الذي هو بنيامين نتنياهو بيانا يبدم تعاظم من هذا الاقتحام. بينما بن جفير والوزير الذي دخل معه قالوا ببساطة أن السيد نتنياهو كان يعلم ما نفعل ووافق عليه. يعني إحنا هنا بإزاء خداع بصر رخيص منحط. وهذا ما دأب عليه نتنياهو، اللي هو التلاعب منذ تحولت إسرائيل إلى حكومات التيكاوي. نتنياهو يبرز بوصفه فاكهة، يعني بيلعب بالبيضة والحجر ويستطيع احتواء ذلك والاحتواء الآخر. وهذا ما عكس نفسه حتى في استطلاعات الرأي المتغيرة. لأول مرة نتنياهو أول مرة منذ بداية الحرب يحصل على نسبة من التصويت في الاستطلاعات أعلى من بيني جانيتس إذا رشح كرئيس للوزراء مجددا. هذا هو الموقف هناك. هم يبكون على ما يجري لهم، أما ما يجري لنا فهو مصدر فرح عميم وفخر لهم. يعني حضرتك ذكرت موضوع طبعا تدنيس المسجد الأقصى واستفزاز مشاعر الملايين ملياري مسلم حول العالم. البعض يا أستاذ عبد الحليم، لا أعلم متى حضرتك يعني تتفق مع هذا الطرح أم لا، بس البعض بيرى أنه كلما زادت إسرائيل من هذه الممارسات المستفزة تجاه الفلسطينيين وتجاه العرب وتجاه المسلمين حول العالم كلما دل ذلك على ضعف موقفها. يعني هم مش عارفين على الأرض يحققوا انتصار وبالتالي يقومون بهذه المحاولات المستفزة. إيه رأي حضرتك؟ شوفي، المؤكد أنه الكيان الإسرائيلي لم يحقق انتصارا بالمعنى العسكري، هو حقق إجراما، يعني بمعنى استسهال والاستئساد على المدنيين الأبرياء العزل. وفي كذلك مشاهد تدمي القلب نعرفها، يعني من نوع الغزاوي اللي أنجب توأم وراح يسجلهم، حصل على شهادتي ميلاد. وهذا يبرز كيف أن الجهاز الإداري لسه شغال في غزة رغم كل هذا الدمار. وما إن عاد إلى حيث يأوي، لما نعرفش بالضبط هو بيت مدرسة ولا خيمة ولا مدرسة ولا كذا، حتى وجد زوجته وأمه والتوأم قد ذهبوا استشهدوا. فهنا عاد ثانية ليسجلهما بين الوفيات. فيعني أنت عندك مآسي يومية تحدث من هذا القبيل. طيب، لكن هذا العذاب الأسطوري للفلسطينيين من جهة، الذي يصنع منهم أيقونة للعذاب في هذا العالم، هو
على المدى الأبعد ذخيرة للرواية الفلسطينية. هذا الجنون الذي يمارسه الجانب الآخر تعبير عن ضعف غريزي، لأنه ببساطة هو يتصور أنه يستطيع أن يفعل أي شيء، بينما هو لا يستطيع أن يحمي نفسه أو أن يفعل أي شيء. أنا بستأذن حضرتك بس يحز... الصفقة الجديدة من الأمريكان $20 مليار بنلاحظ هذا الاستنفار للأساطيل، الغواصات، حاملات الطائرات الأمريكية لحماية إسرائيل التي لا تستطيع أن تحمي نفسها من مجرد تهديد. طبعا الدعم لا ينتهي يا أستاذ عبد الحليم. أنا بستأذن حضرتك كمان لقراءة هذا الخبر الذي وردنا الآن، حيث أفاد مصدر رفيع المستوى بأن اليوم الأول من محادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة شهد نقاشات حول جميع النقاط العالقة وآليات تنفيذ الاتفاق. وأشار المصدر إلى أنه سيتم خلال مباحثات اليوم الثاني لمحادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أن مناقشات اليوم الأول لوقف إطلاق النار بقطاع غزة امتدت لأكثر من 7 ساعات، أبدى خلالها جميع الأطراف رغبة حقيقية في التوصل للاتفاق. مرة أخرى مشاهدينا الكرام ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أفاد مصدر رفيع المستوى بأن اليوم الأول من محادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة شهد نقاشات حول جميع النقاط العالقة وآليات تنفيذ الاتفاق. وأشار المصدر إلى أنه سيتم خلال مباحثات اليوم الثاني لمحادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أن مناقشات اليوم الأول لوقف إطلاق النار بقطاع غزة امتدت لأكثر من 7 ساعات، أبدى خلالها جميع الأطراف رغبة حقيقية في التوصل للاتفاق. وكل هذه المعطيات بتدفعنا لسؤال حضرتك، ربما ده السؤال الأخير في هذا الملف طبعا الهام جدا، عن السيناريوهات المستقبلية أستاذ عبد الحليم للأزمة في غزة، ماذا تعتقد؟ يعني أولا دعونا ننتظر هذه الأيام التي تجري فيها المباحثات في الدوحة أو إمكانية انتقالها فيما بعد إلى القاهرة. أنا أتصور أننا قد نكون بصدد أسبوع من المباحثات. طبعا الإيحاءات التي تبدو كما قالت الدوائر الأمريكية أن اليوم الأول كان واعدا أفلحوا إن صدقوا، لكن ببساطة أنا أتصور أنه الاتفاق إن أمكن سوف يكون متعلقا بالمرحلة الأولى فقط. لا توجد ضمانات للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أو المرحلة الثالثة. وطبعا هذه المراحل الثلاث صارت معروفة من كثرة التكرار وفرته من شهور طويلة ماضية. لكن في كل الأحوال أنا أعتقد أنه هناك نوع من خداع البصر، خاصة فيما بين واشنطن وتل أبيب. واشنطن هناك رغبة سواء من بايدن الرئيس الذاهب أو من المرشحة الرئاسية كامالا هاريس لإنجاز شيء، لأن هذا مفيد جدا في التصويت بالنسبة لهاريس. وهناك أيضا نوع من كما دلت التجارب من الخضوع في النهاية لرغبات نتنياهو. فماذا سيجري بالضبط؟ دعونا ننتظر. نعم، نذهب مع حضرتك إلى روسيا وأوكرانيا. كييف تعلن أنها سيطرت على 74 بلدة في كورسك الروسية. هذا الهجوم من قبل أوكرانيا على روسيا أو على الأراضي الروسية بيسجل التاريخ أنه لم يحدث من قبل من بعد الحرب أو منذ الحرب العالمية الثانية. صحيح. كيف ترى هذا المشهد وهذا التصريح من قبل كييف، وهل هذا الهجوم وهذا التقدم الأوكراني على الأرض يبشر أو ينذر بتغيير في موازين المعادلة ما بين روسيا يعني وأوكرانيا؟ من المؤكد أن التوغل الأوكراني في كورسك هو مفاجأة، ومن المؤكد أيضا أنه إنجاز أوكراني وبالذات إنجاز للجنرال سيريسكي. للإضاءة، ألكسندر سيريسكي متعلم
في الأصل في الأكاديمية العسكرية الروسية، وسلفه الجنرال فاليري زالوجني متعلم في الأصل في الأكاديمية العسكرية، يعني أوكرانيين متعلمين في روسيا، هم كانوا جزء من الاتحاد السوفيتي. وهؤلاء يعني فترة تعليمهم كانت في ظل الاتحاد السوفيتي. سيريسكي بالذات يعد إلى درجة ما في مسار الحرب الراهنة جنرال المفاجآت السعيدة، لأنه قاد من قبل الهجوم المضاد الأوكراني في خاركيف في خريف 2022، وهو هجوم نجح في انتزاع مدن عديدة في خاركيف، وحصر الروس في جزء صغير شرق مدينة كوبيانسك. وسيريسكي هو الذي قاد الهجوم الجديد بعد إخفاقاته الهائلة في الدونباس، والآن هناك مفارقة في المشهد. هل ما جرى يعد خيبة للروس؟ طبعا خيبة ونكسة في مسار الحرب، سواء خيبة استخبارية أو خيبة عسكرية. لكن ما هي مصادر هذه الخيبة؟ مصادر هذه الخيبة ببساطة أن المقاطعات الحدودية الروسية اللي هي بيلغرود المجاورة لأوكرانيا اللي هي غرب روسيا، بيلغرود وكورسك وبريانسك، هذه محافظات لا توجد فيها قوات روسية. ليه ده بحكم القانون يعني؟ لا مش بحكم القانون، هي الوضع الحالي، وهذه جزء من الخيبة التقيلة، هم تصورون أنها في أمان لأنها ليست جزءا من الجبهة ولا من مسارات الجبهة والإمداد على الجبهة، فيها قوات حرس حدود. قوات حرس الحدود حين باغت الهجوم الأوكراني طبعا لم تصمد، لأن ده تسليح فردي، وبالتالي وجد الأوكران أو القوات الأوكرانية المهاجمة نفسها إزاء فراغ هائل تمددت فيه. ثم زاد الفراغ الهائل بلجوء الروس إلى إجلاء السكان، ومن ثم فإن حين نتحدث عن كم قرية أو كذا أو كذا، علينا أن ندرك أن هذه القرى أولا خالية من السكان حاليا، وحين كان فيها سكان فهم أقل من عشرات أو أفراد، حتى أقل من 10 أو شيء من هذا القبيل، لأن كورسك 190 ألف كيلو متر مربع، وكورسك هذه كل سكانها 440 ألف شخص. والمدن في شرق كورسك، يعني أهمها المدينة نفسها المسمى باسمها المقاطعة اللي هي كورسك، ومدينة أخرى أقل وزنا اسمها سودجا، وهذه التي قيل أن الأوكران وصلوا إليها. سودجا أهميتها في إيه؟ أهميتها أنه هناك محطة نقل وضخ الغاز إلى دول أوروبية زي المجر وتشيكيا وسلوفاكيا وغيرها. والأغرب أن هذه المحطة لا زالت تعمل حتى بعد بدء الحرب من نحو 10 أيام بدء الهجوم قصدي الأوكراني. بالجملة نحن إزاء نجاح أوكراني، لكن مشكلته أنه غير قابل للاستقرار على الأرض. نجاح الجديد. محدود ربما، نجاح بمعنى اللي هو جملة اعتراضية على نص عسكري، أنه فجأة حد عمل حاجة زي ما عملوا أخيرا في هذا الملف عشان الوقت. توقعات حضرتك عن الرد الروسي؟ الرد الروسي أنا أعتقد أنه سيستغرق بعض الوقت، لأنهم يحتاجون إلى إنشاء قوات وخطوط دفاع، وهم بدأوا في أنجزوا جزء من العملية اللي هو تطويق القوات الأوكرانية الداخلة. أنا أعتقد أنه سيستغرق عددا من الأسابيع المقبلة، لكن النتيجة تبدو محتومة. سينجح الروس في إجلاء الأوكران، وربما الدخول إلى مقاطعة سومي المقابلة لكورس سومي الأوكرانية. نعم. أخيرا ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نصف الأمريكيين تقريبا، يعني تقريبا نستطيع أن نقول نصف الشعب الأمريكي بيرى أنه فرص أو أنه كامالا هاريس الأفضل، لأنها الأقدر في الحديث عن أو التعامل مع ملفات أصحاب البشرة الملونة وغير البيض، العرق، مسائل العرق، عدم التمييز، الإجهاض، ملف الرعاية الصحية وما إلى ذلك. ربما النصف الآخر من الشعب الأمريكي بيرى أنه ترامب هو الأفضل في إدارة ملفي الهجرة والاقتصاد. كيف ترى حضرتك الوضع يا فندم؟ الوضع ببساطة استطلاعات الرأي الذي تبدل بعد تبديل حصان الديمقراطيين في الانتخابات، انه حظوظ هاريس وترامب في استطلاعات الرأي متقاربة. نعم. هاريس طبعا اكثر حيوية بكثير من ترامب،
من بايدن، وهي أكثر حيوية من ترامب أيضا، وهي لسانها طويل بمعنى أنها متحدثة، والمواجهة اللي هي التي ستجري في الأول من أكتوبر المقبل كما قيل بينها وبين ترامب المناظرة، أنا أعتقد أنها سوف تحسمها لصالح. نعم. لكن كما قلت من قبل عندها مشكلات. أول هذه المشكلات أن الولايات المتأرجحة فيها تأثير لأصوات ذوي الأصول العربية والمسلمة، وهي لذلك تبذل جهدا من خلال الإدارة الحالية إدارة بايدن لمحاولة تهدئة الوضع على جبهة غزة لكي تكسب هذه الأصوات التي تبدو حاسمة لكسب عدد من الولايات المتأرجحة ميتشيغان وغيرها. لكن في الجانب الآخر قوة ترامب ثابتة، يعني غير قابلة للإضافة الكثيرة. هو مستند إلى تيار عنصري يتحدث عن تفوق العرق الأبيض، يتحدث أيضا عن مخاوف هذا العرق الأبيض من تدافع الهجرات بما يغير التركيب العرقي جوهريا في أمريكا، يتحدث أيضا عن أوضاع الأسعار التي كانت في عهده أرخص مما هي عليه الآن. فالموقف ضد الهجرة والموقف عن الاقتصاد ده عناصر قوة لترامب، لكن ألاحظ في الفترة الأخيرة زيادة لهجة ترامب العنصرية. لكن أنا أعتقد لذلك أنا في المناظرات أكاد أثق أنه هاريس سوف تتفوق عليه بكل تأكيد. هل هي لديها دبلوماسية أعلى؟ ليس لديها أولا متحدثة، ليست منكمشة كما كان بايدن وظروفه البدنية والعقلية، كمان هي تعاير ترامب بأنه عجوز ومخرف، وطبعا ترامب لم يخذلها الحقيقة، يعني في خلال هذا الأسبوع خلط بين اثنين براون، واحد اسمه جورج براون والتاني، وقال أنا كنت راكب معاه طيارة وكنا هنقع وحاجات كده، واتضح أنه لا أصل لهذه القصة. يعني فبدأ علامات الخرف تنسب إلى ترامب بفضل أنه ما بين هاريس وما بين ترامب نحو 30 سنة فرق، فهذا الأمر قلب السحر على السحر. هل هذا سيؤدي في النهاية إلى أن تدخل هاريس البيت الأبيض؟ هذا أمر يتوقف على هي سوف تحرز في تقديري تفوقا في التصويت الشعبي، لكن مقدرتها على حسم أصوات مندوب الولايات بما نعرفه عن نظام الانتخاب الأمريكي لا ذلك محل تساؤل. نعم، وربما الأيام طبعا القادمة ستكشف والمتبقية حتى الانتخابات في نوفمبر القادم تكشف المزيد من ربما المزيد من المفاجآت. بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على هذا اللقاء الغني، ويعني بحضرتك وجود حضرتك معنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، شكرا لحضرتك.